السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب تالتة ثانوي، مكملين إن شاء الله مع بعض فيديوهات مراجعة مادة الفيزيكس. إن شاء الله نحل في الفيديو ده جنرال إكزام 12. إحنا بنحل طبعا في الكتاب المعاصر فاينل ريفيجن. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول: an electron of mass m and the charge E is accelerated under the potential difference V through a discharge tube. Then the maximum speed of the electron is equal dots. احنا عارفين ان ال half M V power 2 ديت السرعة بتاعت الالكترون. طب تمام. Equal ايه؟ هو عاوز طبعا ديت لازم EV. ما الطاقه اللي بيكتسبها بالالكترون فولت بتتحول الى كينيتيك انرجي، طاقه حركه يعني. فهو عاوز الفي ديت اللي هي السبيد يعني. فلو قلنا الفي باور 2 اللي هي السبيد عباره عن هتبقى 2 اي في اللي هي بتاع الالكترون فولت ديت اوفر مين يا شباب؟ اوفر الام. طب انا عاوز اجيب الفي باور الفي بس مش في باور 2، يبقى علشان اطير الباور 2 ديت هعمل سكوير روت للمقدار ده كله. فالاجابه هتبقى ايه؟ Number two, in which of the following cases the magnetic force that affects the wire vanishes? يعني بتنعدم. يعني ايه تنعدم الفورس؟ ما هي الفورس عباره عن بال ساين ثيتا. طيب البي لو ايكوال زيرو هتبقى الاف ايكوال زيرو، طبعا هنا في كله بي، ليه بي اهو قدامنا كلها فمش نافع. الاي كلها بيمر فيها الكتريك كارنت. طب ال كل سلك له طول ال. طب الثيتا بقى اللعب هنا في الثيتا. تعال نشوف ايه هنا يا شباب. هو بيربنديكولار انتو ذا بيج، يعني ايه؟ اكنه قدامك كده في الورقه، داخل الورقه كده، والبي الفيلد عامل معاه كده اهو، عامل معاه كده، هو كده بيربنديكولار. فين الفورس ماكسيمم؟ يا رب تكون باينه. طب الثاني الواير هو اللي كده والفيلد داخل عليه، انا ارسمها لك من الناحيه الثانيه، اكني داخل اكني بربنديكولار عليه كده، فطبعا هنا في فورس برضه. هو عايز الفورس ايكوال زيرو، طبعا لما الساين سيتا ايكوال زيرو، يعني لما السيتا هنا ايكوال زيرو. طيب سي بقى هنا هتلاقي انت الفيلد انتو ذا بيج، للبيج من جوه كده. طب والالكتريك والواير هنا اوت اوف ذا بيج، اكنه خارج كده، فالاثنين بارل هما في لتر سي، فالاجابه سي هتنفع معانا. طب وليتر دي برضو الفيلد اوت اوف ذا بيج، خارج من البيج كده، والواير كده هرسمها لك الناحيه الثانيه او احط لك الناحيه الثانيه اكنه بيربنديكولار عليه، يا رب تكون باينه قدامك. طيب ينفع تاني امتى؟ يعني حاله ثانيه هنا فينيشز برضو. هقول لك يا سيدي، لو كان الفيلد كده او العكس، او يعني كده انا عامله شمال ممكن يكون يمين، والواير بارل ليه برضه، يعني الواير هرسمه اهوت يكون هنا كده بارل برضه بيمر فيه الكتريك كارنت. هنا برضه كده ماجنتيك فورس افكتنج ذا واير ايكوال كام؟ ايكوال زيرو، يعني فينجز برضه. اهم حاجه يكون بارل مش عامل انجل يعني. طيب سؤال نمبر 3: A surface is exposed to illumination by different light sources. يعني سطح عندنا معرض للإضاءة بكذا مصدر ضوء، ماشي، at the same distance، من نفس المسافة، from the surface، من السطح، if all the sources have the same brightening power، ليهم نفس الباور، ليهم نفس الانرجي يعني، then the maximum illumination intensity، يعني أعلى إضاءة on the surface is obtained by using dots. By using ايه؟ يبقى لازم يكون اللايت انتنستي ما بتقلش بزياده المسافه، كل ما ابعد تفضل اللايت انتنستي زي ما هي. يعني لا تخضع الى انفيرس سكوير لو، يعني مهما المسافه زادت الانتنس زي ما هي. وتخيل كده معايا كده، تخيل انت قدامك مثلا حيطه. الحيطه ديت لونها او وايت بورد او اي حاجه. وانت معاك في ايدك حاجتين، كشاف عادي مصدر ضوء عادي يعني نورمال لايت، يكون مثلا تورش عادي خالص،
والتاني ليزر بيم او قلم بيطلع الليزر، وانت بصيت لللايت سبوت اللي متكونه على الوايت بورد، مين هتكون اوضح يا شباب؟ باستخدام الليزر لايت. فهنا بيقول لك الاليمينيشن انتنسيتي، شده الاضاءه هتكون اوبتين فروم ذا يوزنج، تكون ماكسيمم اعلى حاجه في حاله ايه؟ في حاله تنجستن بالب اللمبه العاديه يعني، ولا فلورسنت لامب اللمبه النيون الطويله ديت، ولا نيون لامب اللي هي مصابيح النيون، او ولا ليزر لايت. طبعا ليزر لايت. فور ميني كويلز اوف ذا سيم اريا ذات ار different in number of turns rotate at the time with the same uniform angular speed. يعني الاوميجا ثابته والفي ثابته بتاعته بتاع الدوران. In a magnetic field of constant intensity، يعني البي ثابت برضه اهوت، يعني هو ثبت لك الاوميجا وثبت لك البي وثبت لك التايم بتاع الدوران. So which of the following graphs represent the relation between the value of the maximum induced electromotive force in the coil؟ وخلي بالك نفس الاريا برضه، مديك نفس الاريا. طيب ما انت عارف ان الاي ام اف ماكسيمم ايكوال نبوي، الاوميجا ثابته والبي ثابته والاي ثابته، فالاي ام اف ماكسيمم بقى دايركتلي بروبورشن مع مين؟ مع الاري، مع الان هنا، مع الان. يعني كل ما النمبر يزيد، نمبر اوف تيرنز يعني للكويل، ماكسيمم الكتروموتيف فورس ايه انكريزز برضه، اند فايس فيرسا، فالعلاقه هتبقى ايه؟ بي دايركتلي بروبورشنال. السؤال اللي بعده 5. ان ذا الكتريك سيركت شون ذا فيجر ذا كرنت انتنسيتي اوف ذا سورس از دوت. بص يا سيدي، في طريقتين للحل، وانت ماشي كده الكهرباء طالعه من البوزيتيف، تيجي عند البوزيتيف ده تتفرع جزء كده يمين وجزء تحت، يجي عند النقطه ديت جزء هيمشي كده وهيمشي كده، اللي جه عند النقطه ديت هيدخل كده على طول عشان ده هيدخل النيجاتيف، واللي مشي دي كده هيجي كده وقت في السلكين دول ويتجمعوا برده هنا عند النقطه ديت ويجوا للنيجاتيف. دلوقتي هنا في طالب يقول لي يا مستر السلك الفاضي ده اهو، ده اهو كده، هيلغي لي الريزيستنس ديت. لا طبعا اوعى تعمل كده. ليه؟ جربها يا سيدي، وهي العمليه عمليه فهم مش حفظ وخلاص. هقول لك ركز معايا، ركز في النقط اللي هرسمها. البوينت ديت هي اول ايه؟ اول الريزيستور اللي هي 4 و6. حلو. طب والبوينت ديت؟ هتقول البوينت دي يا مستر هي نفس البوينت اللي بالاحمر دي، تمام، فهي نهايه الريزيستور 4 وايه و6، فاكن 4 و6 دول متوصلين ايه؟ باراليل. حلو. تعالى بقى نقل تحت، هنعمل لك باللون الفسفوري ده برضه. هقول لك بص لي ركز معايا، البوينت ديت اللي هي بالفسفور ديت نهايه اللي هي ريزيستور 4 و6 ديت. طيب والبوينت ديت، خلي بالك البوينت اللي بالفوسفور ديت هي نفس البوينت دي برضه، هي نفس الديت برضه، فهي الفور والسكس دول يا شباب بارل. تمام، ثواني كده عشان معايا تليفون. نرجع تاني يا شباب، فالفور والسكس اللي فوق اللي بالاحمر دول بارل، يعني تعمل 4 تايم 6 ديفايد 4 بلس 6 2.4، يعني اكنك عندك برانش فوق كده كنتوا كام؟ 2.4. طيب وتحت ال6 اللي بالاخضر واللي بال6 وال4 اللي بالاخضر دول تحت برضو متوصلين ايه؟ بارلل، فاكنها برضو 2.4، وهم كلهم متوصلين بالايه؟ بالبتل. فالتوتال ريزيستنس بقى في الحاله ديت ار توتال كده او ار ايكوفيلنت ليهم، هتلاقي هتقول 2.4 بلس 2.4 فهي 4.8 اوم. فعايزين الكتريك كارنت اللي هي الاي توتال بقى، عباره عن الفي توتال اللي هي 24 اوفر الار توتال اللي هي ايه 4.8. ليه؟ عشان قال لك هنا ذا كارنت انتنسيتي اوف ذا سورس، للمصدر يعني هي الاي توتال اللي بتمر في السيركت. يبقى ما تعمل انت 24 over 4.8 هيطلع لك ب 5.
divided 4.8. اه تطلع لك بكام؟ 5 امبير. فالاجابه تبقى يا شباب دي 5 امبير. طب تمام. طيب في يا مستر طريقه ثانيه، طريقه النقط، واقولها لك برضو علشان اللي مش فاهم ديت يفهم بطريقه النقط. ايه هي طريقه النقط؟ اول ما ببدا من عند البتري دي كده، دي كده ده كله كده سلك فاض اهو، اهو كده، فديت اول نقطه تفرغ، فدي كده بوينت 1. طيب عديت انا كده على ريزيستور اهي، فاكيد الفولتج اقل، فديت تبقى بوينت ايه؟ 2. طب وده سلك فاضي، يبقى دي نفس البوينت اللي هي بوينت 2. طب وده سلك فاضي، يبقى نفس البوينت هي ايه؟ هي بوينت 2. طب انا مشيت كده اهو مثلا، عديت على ريزيستور اللي هي 6 ديت، يبقى الفولتج اقل، هغير الرقم، يبقى دي بوينت كام؟ 3. هتبص تلاقي انت كل ريزيستور بين ايه؟ بين 2 بوينتس. يعني مثلا الفور ديت والسكس ديت هتلاقيهم بين 1 و2، وبرده بنفس المنطق هتلاقي الفور ده هي والسكس ديت بين 2 و3. فانت لما تيجي تعمل هتعمل لي كده، هرسم اهوت، هترسم لي ايه؟ 3 بوينتس 1 2 3، وخلي بالك البتري بين 1 و3. فانت هتعمل ايه بقى بين ال1 وال2؟ هتعمل لي 2 ريزيستورز، وبين ال2 وال3 هتعمل لي 2 ريزيستورز. يبقى هنا 4 وهنا 6، وهنا برضو كده 6 و4. وبعد كده توصل بالباتري بين ال1 وال3، هتلاقي ال4 وال6 دول مع بعض بارلل، هتعمل 4 تايم 6 ديفايدد 4 بلس 6 2.4 زي اللي فوق ديت، وال6 وال4 دول بارلل برضه 2.4. يبقى التوتال ريزيستنس هتعمل 2.4 بلس 2.4، يبقى هي كام؟ 4.80. وبعد كده انت هتجيب الاي توتال بقى اللي هي برضه 24 اوفر 4.8، يطلع لك ايه؟ 5 امبير. فالاجابه هتبقى بي. شرحتها لك بطريقتين، طريقه العاديه وطريقه النقط. نمبر 6، when an electric current passes through a series alternating current circuit that consists of inductor of negligible resistance، يعني في في ال وفي ريزيستنس كام؟ 300 اوم دي قيمه الار، and alternating current source of electromotive force دي ال V total، and the frequency دي ال F بتاعت السيركت، the potential difference across the resistor becomes كام؟ 120 فولتس. انت عارف اللي هي ال R L circuit، انت عارف مديك ال V total ومديك ال V R اهي، هتعرف تجيب ال V L. وارجع للقوانين، يبقى ال V باور 2 ال V total باور 2 ماينس ال A ال V R باور 2، يبقى ايكوال سكوير روت ال V باور 2 اللي هي كام؟ 200 باور 2 ماينس ال V R باور 2 اللي هي 120 باور 2، يبقى ايكوال كام؟ 160 فولتس. دي جبنا مين؟ ال V L. طب احنا عايزين نجيب ال I اللي بتمر في السيركت. ال I عباره عن، ممكن تقول V R اوفر ال R نفسها، او V L اوفر ال X L، او V total اوفر ال Z اللي عندك يعني، ما هي ال I هنا سيريس نفس الاي. يبقى الفي ار ايكوال ايه؟ قال ليه انا اخترت القانون دوت؟ علشان عند الفي ار وعند الار، الفي ار بكام؟ قال لك ب 120، والار بكام؟ قال لك ب 300 قدامك اهي، هتطلع لك بكام؟ ب 0.4 اوم. فهنا هتقدر انت تجيب الاكس ال، الاكس ال ايكوال ايه؟ الاكس ال ايكوال في ال اوفر الاي اللي بتمر، الفي ال انت لسه جايبها اللي هي 160 اوفر الاي اللي بتمر اللي هي 0.4، يبقى تعمل 160 ديفايدد 0.4 طلعت لك ب 400 اوم. طب انا عايز الكلام ده ليه؟ علشان قال لك هنز ذا سيلف اندكشن كوفيشنت، يعني هو عايز ال ال، ما ال ال ايكوال يا شباب؟ اكس ال اوفر 2 باي.
طيب الاكس اللي انت جبتها اللي هي كام؟ 400 اوفر ال 2 باي بقى. ال 2 باي بكام؟ 2 باي اف يعني. 2 تايمز الباي تايمز الاف اللي هي 800 ديفايد الباي. دي روحت كده اكنها فوق 400 اوفر 1600. يبقى هي اعملها هي 400 ديفايدد 2 تايمز 800. تتفزلكش. فورس اللي هي طلعت بكام؟ طلعت ب 0.25 هنري. فالاجابه هتبقى ايه؟ سؤال طويل بس حلو. نمبر 7 ان ذا اوبوزيت فيجر the ratio between the magnetic force that acts on wire X and that أو the magnetic force that acts on wire Y is طبعا 1 to 1 من غير كلام. ليه؟ لأن يا شباب هما الاثنين كده بالنسبة لنا رغم إن هما يحملوا different currents تيارات مختلفة يعني. فإحنا كنا بنقول الفورس دي اسمها mutual force قوة متبادلة. يعني القوة اللي بيأثر بها الواير اكس على الواير واي هي ايكوال نفس الفورس اللي بيأثر بها الواير واي على الواير اكس. ليه؟ لو انت قلت الاف اكس يعني القوة اللي بتأثر على الاكس ايكوال ايه؟ هتقول لي يا مستر ميو اي اكس اوفر اي واي تايمز الاي واي يعني ديفايدد ايه؟ 2 باي دي. طيب تايمز ال ال بقى بتاعت الايه؟ الواير اكس. طب تمام ال ال المتبادله المشتركه ما بينهم يعني ال ال ده مشترك بين الاكس يعني يكون مشترك بين الاكس والايه والواي يعني ممكن اشيل ال ال كلمه اكس ده خالص. طب تمام لو حبيت تجيب القوه المؤثره على واي هي عباره عن ايه؟ برضو نفس المنطق ميو اي اكس اي واي ال المشتركه بينهم ديفايدد ايه 2 باي دي. لو انت بصيت هتلاقي كل الاليمنتس او كل العناصر ثابته فالاف اكس ايكوال اف واي يبقى النسبه بينهم ايه 1 تو 1. نمبر 8 when the electron of the hydrogen atom absorbs a photon of frequency nu it moves from the first energy level to the level of energy cam -0.85 الكترون فولت. لازم نعرف ده اللي هو الليفل الكام ماشي in the same atom يعني. So the frequency of the absorbed photon عشان يطلعوا الفوق يعني equal dots. بص يا سيدي احنا عندنا اصلا ال E بتاعت اي ليفل عباره عن negative 13.6 over n power 2. طيب يبقى ال n power 2 equal ايه؟ هتقول negative 13.6 over negative 0.8 5 يطلع لك 16. فلما تاخد الروت فالان بس ايكوال كام؟ 4. فهو دلوقتي في الليفل كام يا شباب؟ في فورس ليفل. حلو قوي. يعني هو في الان ان ما كي ال ام ان في الان ليفل. عشان يطلع بقى من الفيرست للفورس لازم يكتسب طاقه. الدلتا اي ديت ايكوال ايه؟ اتش نيو. هو الراجل عاوز النيو دي. يبقى النيو ايكوال ايه؟ دلتا اي اوفر الاتش. يبقى ايكوال الدلتا اي هو جاي من اللي فين؟ ايوه من اي 4 ماينس اي 1. ما هو هينتقل من الاي 1 للاي 4 لازم يكتسب طاقه. فرق الطاقه بين الاثنين اوفر مين؟ الاتش. طبعا دي مش ان ديت اتش. واعملها بقى على الكالكوليتر. طب احنا عارفين الاي 4 اه ممكن تجيبها انت من هنا هو اصلا مديها لك اللي هي دي. والاي 1 حط الان باور 2 ب 1 لا ديت هيبقى ان 1 باور 2 ب 1 يبقى 13.6. يعني عشان تجيب النيو عارف اكتبها فين؟ اغير بس اللون عشان توضح. هكتبها هنا كده يا شباب. هتقول نيو ايكوال اي 4 اللي هي نيجاتيف 0.85 ماينس نيجاتيف 13.6. ممكن تعملها 13.6 ماينس 0.85 على طول. ديفايدد الاتش اللي هي كام؟ 6.625 تايم 10 باور نيجاتيف 34. هيطلع لك كام على طول على الكالكوليتر؟ بس خلي بالك في نقطة مهمة جدا. اللي فوق ده بالالكترون فولت.
لازم احولها للجول اللي هي تعمل فوق تايم 1.6 تايم 10 باور نيجاتيف 19. ما تنساش الخطوه ديت عشان تحولها لايه؟ عشان تجيب كلها انترناشونال يونتس، عشان هتجيب النيو بالهرتز. فلازم اللي فوق اذا كانت اللي تحت يعني ما الاتش عباره عن ايه؟ جول تايم سكند، يبقى لازم الفوق بالجول. هو اللي فوق كده بالالكترون فولت نحولها لجول، نعمل تايم 1.6 تايم 10 باور نيجاتيف 19. اعمل بقى الارقام اللي قدامك كده على الكالكوليتر ديت، طلعت لك بكام؟ 3.1 تايم 10 باور 15 هرتز، فالاجابه بي. 9. The wavelength of laser photon is lambda. If the phase difference between two reflected laser waves from the surface of the body lambda over 2, then the phase difference between them equal dots. انا قلت لك احفظ ديت بالعربي زي ما انا بقولها كده. قول كده phase difference. Phase difference جزء من 2 باي لان ديت انجل ايكوال اللي هي باث ديفرنس دوت طول جزء من لامدا. هو عاوز ايه؟ عاوز فيز ديفرنس. فانت اعمل كده قول بقى فيز ديفرنس ايكوال ايه؟ فوق باث ديفرنس اوفر لامدا تحت. الباث ديفرنس بكام؟ هو قال لك اهوت لامدا اوفر 2، يعني فوق لامدا وتحت ايه؟ 2. ماشي، وطلع فوق 2 باي، ما 2 باي تطلع فوق هنا، يبقى تايمز هنا يا شباب 2 باي. اللامدا روحت مع اللامدا وال2 مع ال2، اتبقى لك ايه؟ باي بس. فالاجابه تبقى ايه؟ باي ليون 108 يعني. طيب نمبر 10. 2 سيلينويدز The number of their turns are n and 5n. يعني الصغير يكون n والكبير يكون ايه؟ 5n. هي بقى ده 5n وديت n وديت n وديت 5n ما كبير وديت 5n وديت n كده. ماشي. Are used as an ideal electric transformer. محول. اوكي. In different ways بطرق مختلفة. With different electric sources مع مصادر مختلفة. 30 فولت هيت 30 فولت هيت 10 فولت 20 فولت. يعني كل مرة مصدره بإيه؟ ب different electric sources. So in which the following figures the induced potential difference between points A and B is greatest. أكبر electric potential بين A وال B. شغل عينيك كده وشغل مخك. الأولاني ده مش ترانسفورمر أصلا. ولا التاني ده ترانسفورمر، لا ايه ولا بيه هينفع، ليه؟ علشان متوصل بباتري. الله، ده عشان يشتغل ترانسفورمر لازم اوصله بايه؟ الترنيتنج سورس، فايه وبي روحه كده من غير كلام. انقل بقى على اللي تحت. طيب، اللي تحت بقى هنا انت عايز تجيب البوتنشال اللي هو الفي يعني اس. هجيب هنا في اس هسميه في اس 1 وهنا في اس هسميه ايه؟ في اس 2. والكبير هختاره، قال لي جريتست اكبر حاجه يعني. ما انت عارف ان في بي اللي هو 10 هنا بتكلم على هنا على سي يعني 10 اللي هي الفي بي تايم ان اس اللي هي 5 ان ايكوال في اس اللي هي في اس 1 هسميها تايم ان بي اللي هي ايه؟ ان. فالان روحت مع الان، فالفي اس 1 قدامي هنا تبقى كام؟ 10 تايم 5 يعني كام؟ 50 فولت. ماشي، هات لي في اس 2 نفس المنطق، هغير حتى اللون اهوت عشان تفرق ما بينهم. هتقول لي الفي بي اللي هي 20 تايم ان اس اللي هي ان قدامك اهيت ايكوال في اس اللي هي الفي اس 2 تايم ان بي اللي هي 5 ان. فالان روحت مع الان، فالفي اس 2 ايكوال ايه؟ هتقول لي 20 اوفر 5 اللي هي كام؟ 4 فولت. مين الكبيره؟ يعني ال 50 فولت اكبر ولا ال 4؟ ال 50. فالاجابه هتبقى ايه؟ سي. 11. An electron microscope is used to inspect a particle
If the wavelength of one wave associated with the electron's motion, which is required to expect this particle is 0.38 angstrom. ماشي، هنا طبعا انجستروم في بيتناقص بس عادي يعني انت عارف. ماشي، so what is the least value of the maximum speed of the electron in the used electron beam. يعني هو عاوز اقل v، ما انت عارف ان ال v، انت عارف اصلا ان المومنتم ها ايكوال ايه؟ هي ديت ماشي، المومنتم ايكوال ايه يا شباب؟ h over lambda. المومنتم ديت عباره عن ام في، يبقى ايكوال ايه؟ اتش اوفر لامدا. انت عاوز الفي، يبقى الفي اوفر ايه؟ ها في ايكوال لا اتش فوق وتحت ام لامدا. بس كده. عوض بقى بالقوانين اللي قدامك ديت، الاتش بكام؟ 6.625 تايم 10 باور نيجاتيف 34، والام 9.1 تايم 10 باور نيجاتيف 31، واللامدا 0.38 تايم 10 باور نيجاتيف 10 عشان عندك بالانجستروم لازم هتحولها طبعا، فهتلاقيها طلعت كام على الكالكوليتر؟ طلعت 1.9 تايم 10 باور 7 متر بير سكند، فالاجابه هتبقى ايه؟ بي. احنا قلنا جاب ال 10 ناسي. طب تعالوا ال 12. ايه الفينومتر كويل اوف ريزيستنس كام؟ 300 اوم. ماشي، ديت الار جي. اند وين الكتريك كارنت اوف انتنستي 300 مايكرو امبير باز ثرو ات اتس بوينتر، لازم تشوف ديت ديفليكتس تو ذا اند اوف ذا سكيل، وانت مغمض يبقى ديت اي جي. الله يا مستر، يعني لو ما انحرفش الاخر ما تاخدهاش اي جي؟ طبعا لازم، عشان تاخدها اللي هي قيمتها اي جي ديفليكت تو ذا اند اوف ذا سكيل. ماشي، اف ذا كويل از كونكتد تو ان الكتريك سيل اوف نيجليجابل انترنال ريزيستنس اند الكتروموتيف فورس كام؟ 1.5 فولت. دي الفي باتري. ستاندرد ريزيستنس 2000 اوم اند فاريبل ريزيستنس ار في. Then the value of the resistance that when connected to the terminus of the ammeter causes the pointer, يعني هو عاوز كده ال Rx، خلي بالك. The pointer to deflect to 1/3 of its scale equal dots. هنا يبان لك ان الكلام كتير والبتاع كتير، وانت عايز الخلاصه، انت عايز ايه يعني من الكلام ده كله؟ خلي بالك المسائل دي مسائل امتحانات. ليه؟ لانه قلت لك من تعليمات المركز القومي للامتحانات يكون الكلام كتير والطالب يفسر ايه اللي مطلوب، فانت لازم يكون عندك مهاره ايه اللي مطلوب. هنا السؤال ده ممكن يجي لك فيه اكتر من سؤال، ممكن يقول لك اطلب لي يا سيدي ار في ايكوال كام، ممكن يقول لك هات لي بقى الار اكس لما ينحرف مثلا للفورس او للثيرد او للفيبس، يطلب منك كذا حاجه. يعني مهارتك انت هنا فين؟ انت عارف ان الاي جي، اكتبها لك بقى هنا كده، ايكوال ايه؟ ايكوال في باتري اوفر الار بتاعت الجهاز كله من قبل ما اوصل مقاومه مجهوله. تمام؟ طيب مقاومه الجهاز كله بسميها ار داش مثلا. مقاومه الجهاز كله ديت يا حبيبي الفي باتري ثابته، عباره عن ايه؟ والله عباره عن الار جي، مقاومه الجلفانومتر نفسه، بلس الار سي اللي انا احطها، المقاومه الثابته اللي انا احطها اللي هي الفيكسد ريزيستنس، بلس الار في اللي انا احطها اللي هي الفاريبل ريزيستنس، بلس اي ار عندك يجيبها لك. ما عندكش اي ارات ثانيه فخلاص، قال لك ان ما في، هي حتى الباتري بي زيرو انترنال ريزيستنس او نيجليجبل انترنال ريزيستنس. ماشي، فدي كلها على بعضهم، دي كل اللوكشه ديت انا بسميها مي ايه؟ ار داش. فما انت تجيب الار داش وخلاص تبعد عن الهيست كلها، ايكوال ايه؟ هتقول لي يا مستر في بي اللي هي 1.5 يعني اوفر الاي جي اللي هي 300 تايم 10 باور نيجاتيف 6 عشان هنا مايكرو امبير اهي، تطلع لك بكام؟ 5000 اوم. ديت مقاومه الجهاز ايه ككل.
قوة الجهاز ككل. افترض طلب منك ار في، هو مش طالبها بس اقول لك افترض يعني، هتقول له عادي، ما هو الار في عبارة عن مقاومة الجهاز ككل اللي هي ال 5000 يعني، ماينس الار سي اللي هي 2000 بلس الار جي اللي كان مديها لك 300، يطلع لك 2700 اوم. دي لو طلبها، مش طلبها دي. طب هو طالب ايه بقى؟ هو طالب الار اكس اللي هحطها، يقوم يخيل حرف ل 1 ثيرد اللي ايه للثلث. انا مديك قانون الاي اوفر اي جي مباشره ايكوال ايه؟ الار داش اللي انت جبتها من الاول اوفر ار داش بلس الار اكس، هو عاوز الار اكس دي بقى. طب تنحرف للثيرد يعني 1 اوفر 3 ايكوال ار داش فوق 5000 وتحت ار داش دي 5000 بلس الار اكس، اعمل كروس يبقى 15000 ايكوال 5000 بلس ار اكس. يبقى ار اكس اللي مطلوبه هتقول 15000 ماينس 5000 اللي هي ايه؟ 10000 اوم، اللي هي 10 كيلو اوم. فالاجابه هتبقى يا شباب ايه؟ سي. هي مساله طويله شويه بس حلوه، يعني من مسائل الامتحانات يعني. مسائل حلوه ديت ركز عليها. 13 سيريس الترنيتنج كارنت سيركت كونتينز ان اوميك ريزيستور. طبعا ما اقول لك ركز عليها مش معناها تيجي في الامتحان، مستحيل ولا مساله دول تيجي في الامتحان، بس الفكره انا عايزك تركز على الفكره، تفهم جاي لك ايه ومطلوب ايه وتشتغل ازاي. المهم اوميك ريزيستور ار اند كاباستور اوف كاباستيف رياكتنس اللي هي الاكس سي 3 ار، then the phase angle between the total voltage and the total current equal this. Phase angle هي 10 theta يعني equal negative xc over r. يبقى ال 10 theta equal negative xc 3r over r. يبقى equal negative r، negative 3 لان ال r واحد مع ال r. فانت هتعمل الثيتا دي تعمل shift tan negative 3. هتطلع لك كام على الكالكوليتر؟ هتطلع لك نيجاتيف 71.57، فابروكسيميتلي تقريبا يعني. فالاجابه هتبقى ايه؟ هتبقى دي. تعال السؤال 14. The opposite figure represents a rectangular metallic frame of cross sectional area 0.02 متر باور 2، دي الاريا that is placed perpendicular to the direction of the uniform magnetic field. يعني اصلا الثيتا في الاول قال لك perpendicular، يعني الثيتا في الاول ايكوال كام؟ 90. ماشي. اوف فلكس دينستي يبقى ديت البي عندك اهي 0.1 تسلا. If the frame is rotated by angle theta، ضرب angle theta around an axis perpendicular to the direction of the field through cam 0.25 second، يبقى ديت الدلتا تي. Then the average electromotive force of 4 ملي فولت، يبقى دي اي ام اف، is generated through it. What is the angle of rotation has the coil plane made؟ بص يا سيدي بقى، هنا هيتولد induced electromotive force. هشتغل على مين؟ على فاراديز لو. ازاي يا مستر؟ هقول لك. الاي ام اف ايكوال نيجاتيف بتاعت لينز ان دلتا بي اي ساين ثيتا اوفر مين؟ دلتا تي. التغير حصل فين؟ في الثيتا. يعني انت كده مع نفسك كده يعني الاي ام اف ايكوال نيجاتيف ان بي اي دلتا، يعني التغير حصل حط قدامه دلتا. دلتا ايه بقى؟ ساين ثيتا. دلتا ساين ثيتا يعني ساين ثيتا 2 ماينس ساين ثيتا 1 اوفر دلتا تي. هات لي دلتا ساين ثيتا لوحدها وبعدين هنفكها عشان ما نفكهاش من الاول ونكتر على نفسنا الحاجات. يبقى دلتا ساين ثيتا التغير في ساين ثيتا ايكوال ايه؟ هتقول لي يا مستر النيجاتيف هتروح الناحيه الثانيه طبعا، نيجاتيف اي ام اف دلتا تي اوفر ايه؟ ان بي ايه.
عوض يبقى نيجاتيف. اي ام اف 4 تايم 10 باور نيجاتيف 3 لانه قدامك 4 ملي فولت تايمز الدلتا تي قدامك هي 0.25 اوفر ان ده فريم، فريم يعني حلقه واحده ان ب 1 والبي قال لك 0.1 تسلا اهي والاي اهي يبقى تايم 0.02 طلعت بكام؟ طلعت يا سيدي بنيجاتيف هاف. فاكتبها فين بقى؟ هنا الدلتا ساين ثيتا طلعت لي بنيجاتيف هاف على الكالكوليتر كده ماشي. الدلتا ساين ثيتا كانت عباره عن ايه؟ كانت عباره عن ساين ثيتا 2 اللي ما عرفهاش ماينس ساين ثيتا 1 اللي كانت 90 ما كان بيربنديكولار في الاول اهيت قدامك اهي ايكوال نيجاتيف هاف. فساين 90 بكام؟ ب 1 فاكنها كده يبقى اكنها ساين ثيتا 2 ماينس 1 ايكوال نيجاتيف هاف. فودي ال 1 الناحيه الثانيه غير اللي هو الرايت سايد غير السايد غير الساين فساين ثيتا 2 ايكوال 1 ماينس هاف بهاف بس. يبقى عشان تجيب الثيتا 2 هتقول ايه؟ شيفت ساين هاف يبقى بكام؟ 30 ديجري. يقوم الطالب يستعجل ويختار 30 اللي هي ايه دي؟ لا ده يا شباب واحنا في فرادي، في فرادي ما كل حاجه لها حاجه. يعني اما كان الفيلد كده اهو هو الفريم الاول كان بيربنديكولار مش كده؟ كان الساين ثيتا ب 90 في فرادي مش الدينامو بياخد الثيتا بين الكويل والايه والفيلد على طول. طيب ثيتا 1 هنا كانت ب 90 طب ثيتا 2 كانت بكام او بقت بكام؟ بقت ب 30. يعني ايه ب 30؟ اهي يا حبيبي اهو هو كده ايه ده انا مسحت الفيلد، الفيلد اهو. لا اله الا الله اهو الفيلد اهو. الفريم بقى بتاعت الكويل مال كده بقت الانجل دي اللي هي بكام؟ ب 30. طب ما هو كان الاول فين؟ ده كان الاول كده او كان الاول كده كان بيربنديكولار فهو لف الحته ديت. هو قال لك اهو انجل اوف روتيشن، مش عاوز الانجل بين الكويل والفيلد، لا دار قد ايه؟ يبقى ديت كام؟ دار 60. فالاجابه تبقى ايه؟ 60 ديجري. مساله جميله جدا ومش مباشره وحلوه، دي مسائل امتحانات. طيب تعالى ل 15. ان اكس راي تيوب وركس ات بوتنشال ديفرنس 50 كيلو فولتس. ديت اكس راي تيوب. Then the least wavelength for the produced X-ray. انت عارف ان الاي في بيتحول لاكس راي اللي هي اتش سي اوفر لامدا. هو عاوز مين؟ عاوز الويف لينس لامدا مينيمم يعني. فانت هتجيب لامدا مينيمم مباشره ايكوال ايه؟ هتقول لي اتش سي اوفر اي في وحط القيم. اتش بكام؟ 6.625 تايم 10 باور نيجاتيف 34 تايم 3 تايم 10 باور 8 اوفر الاي 1.6 تايم 10 باور نيجاتيف 19 تايمز الفولتج عندك اللي هي 50 كيلو يعني 1000. وديت حطها رصها نفس الرصه ديت على الكالكوليتر هيطلع لك 2.48 تايم 10 باور نيجاتيف 11 متر. فالاجابه هتبقى ايه؟ هتبقى 2.48 الاجابه هتبقى بي 16. If the concentration of the free electrons or the holes on the pure silicon crystal is كذا فديت ال N أو ال B
أو الـ NI. ماشي. Then boron atoms are added with the concentration of كذا. البورون ده يا شباب مش هو اصلا تراي فيلنت؟ اه. فهو ان دونر ولا ان اكسبتر؟ ان اكسبتر. تمام. So the concentration of free electrons. اه عاوز ال ان بقى. In the doped crystal equal ايه؟ equal ان اي باور 2 over ال ان اكسبتر. تمام. فهي equal. هتقول 2 تايم 10 باور 10 اول باور 2 ديفايدد ال ان اكسبتور بكام؟ 10 باور 12. اعملها على الكالكوليتر طلعت لك بكام؟ طلع لك 4 كده وقدامها 8 0 بالشكل ده. يعني هي 4 تايم 10 باور 8 سنتيمتر باور نيجاتيف كام؟ 3. فالإجابة هتبقى ايه؟ هتبقى ايه؟ 17. The opposite figure shows two cases A and B of the coil's motion in the magnetic field that is produced due to the flow of electric current I in a very long straight wire. Then the induced current in case A هيحصل لها ايه وان كيس B هيحصل لها ايه؟ بصوا يا شباب انا هشغل الكاميرا في الحته ديت. خلينا ان كيس ايه في الحاله الاولانيه، على يمين الواير قدامك في الكتاب هتبقى اكسز، ولو انت شاطر المفروض الاكسز قريبه من الواير طبعا فيلد كبير او الفلكس دينستي كبيره يعني، فانا هرسمها بقى مبعد شويه هصغر الاكسز شويه اكن طبعا الفيلد ايه بيقل طبيعي، كل ما ابعد الفيلد بيقل اهي اكسز ايه اقل جدا. ماشي. فانا بحرك الواير بعيد، بحرك الفريم بعيد عن الواير، يعني اكن الفيلد اللي بيحصل له بيقل، فهو يقول له ما تقلش فيقوم يولد فيه كرنت بحيث يكون الفيلد لجوه برضه. ما هي الاكسس ديت اكنها ايه انتو ذا بيج، فاعمل بايدك اليمين كده انتو ذا بيج ولف كده هتلاقي لافف كلوك وايز، فالالكتريك كرنت اللي هو انديوزد ان ذا فريم هتلاقيها يا شباب كلوك وايز بالشكل ده. ماشي كده. طب تمام، ده بالنسبه مين؟ ايه؟ فهيبقى كلوك وايز، يعني ايه مش نافع وبي مش نافع. طب تعال نشوف بقى بي، برضو الفيلد هنا اكسز في الاول كده اكسز كبيره، وكل ما ابعد الاكسز او الفيلد يعني اكيد بيقل بالمنطق كده. طب تمام. وهو بيتحرك لفوق او لتحت مش يمين وشمال، ايه اللي هيحصل؟ الفيلد هو هو، يعني الجزء اهوت ده كده، يعني طول ما هو ماشي الفيلد لا بيزيد ولا بيقل، يعني لا بيقرب منه ولا يبعد عنه، ده هو بيقطع نفس الفيلد فوق وتحت، بيتحرك ابورد او داون وورد. فايه اللي هيحصل؟ لا يتولد فيه انديوزد الكتريك كارنت. ففي الكيس بي يبقى ايكوال زيرو، فانا هنا اختار مين؟ هختار دي، هيبقى ان كلوك وايز دايركشن وبعد كده ايكوال ايه؟ زيرو. انا شغلت الكاميرا اهيت وشرحتها بالتفصيل، يا رب ان شاء الله يجيب فايده. 18. In the opposite figure, a rectangular core is placed in a uniform magnetic field of density B. So by increasing the confined angle, يعني هو كان كده، كان مايل كده، هيبقى بعد كده في الوضع ده. يعني هيبقى parallel للفيلد بالشكل ده. إيه اللي هيحصل بقى؟ between the direction of the uniform magnetic flux lines and the normal of the plane of the coil N until it becomes 90. يعني هو عدلة كده لحد كده الانجل ديت النورمال كده عامل معاها كام؟ 90 كده. طيب then the magnetic flux penetrates the coil، ايه اللي هيحصل لها؟ في الحالة تبقى زيرو، هتقعد تقل لحد ما تبقى زيرو، فهي ايه؟ decreases. مفيش فيلد هيخترق الكويل يعني. ما هو اما كان بيربنديكولار كان بيخترقه كله،
قعد يعوج كده فالفيلد اللي بيخترقه اقل، قعد يعوج اكتر لحد ما برل كده فمفيش فيلد اخترقه. طيب 19 the opposite diagram represent the section of direct current circuit. direct مش alternating، طبعا هنا مفيش اكس سي. if the accumulated charge on one of the plate of the first capacitor كام 180، فوق الفيرست ده بيتجمع هنا كام 180 مايكرو كولم. ماشي. then the accumulated charge on one of the plates on the third capacitor L. سي ده يعني عايزين يتجمع هنا كام؟ ماشي يا سيدي. مش الكاباسيتنس الاولانيه 6؟ طب والثانيه كام؟ 3 نصها. فهي تاخد نص التشارج، نص الشحنه. نص ال 180 كام؟ 90 مايكرو كولم. طب والسي 3 ديت تاخد الاثنين، الشحنتين دول اصلا. بتاعت الاثنين، ما اكن الشحنه هنا توزعت فوق وتحت. فهي قبل ما تتوزع كانت مجموعه من الاثنين. يعني الاكيوميوليتد تشارج اون ذا سي 3 ايكوال ايه؟ ال 180 بلس ال 90 اللي هي كام؟ 270 مايكرو كولم. فالاجابه هتبقى دي. In the opposite electric circuit which switch should be closed اقفله يعني so the bulbs 1 and 3 glow، لمبتين 1 وال 3 ينوروا. Why the bulb 2 doesn't glow و2 ما تنورش. طب لو قفلت 1 لوحدها زي ما هو قال لي في الاول كده 1 لوحدها كهرباء ولا واحده هتنور. ليه؟ لان ده طريق مفتوح وده طريق مفتوح فمش هيعمل كلوزد سيركت، مش هيمر كهرباء اصلا، مش هينفع. طب تعالى اس 1 واس 2، لو قفلنا اس 1 واس 2 كده فمن هينور 2 و3 هينوروا. لا معلش 1 و2 و3 هينوروا، كلهم هينوروا، انا عاوز 2 ما تنورش فمش نافع. طب تعالى نقفل مين بقى اللي عليها الدور 1 و3، نقفل 1 و3 ترى ماشيه كده ده هتنور وتمشي كده كده 1 و3 هينوروا و2 مش هتنور لان ده سلك فاضي هيلغي ديت، وده اصلا ملهاش ريزيستنس هنا، ملهاش مش مقفوله، فديت تنفع 1 و3. طب 2 و3 لو قفلت انا هجرب برضو شوف للاخر يعني. لو قفلنا احنا ايه 2 و3 ايه اللي هيحصل؟ مفيش كهرباء تمر خالص برضو، مفيش حاجه هتنور فيه، فمش نافعه غير سي. طيب 21 عشان تفهم السؤال الطويل ده طبعا انا قاريه عشان نلخص يعني. الكويل ده اللي فوق الماجنت اللي فوق بيتحرك شمال كده، فاكيد هيتولد انديوزد كارنت في الكويل اللي قدامنا ده. بيقرب بالان يقول له ما تقربش، يعمل ان هنا واس هنا. فانت لو اشتغلت بايدك اليمين، بايدك اليمين كده طلعت لفوق، لان هيبقى ده كده انت بيشاور للان يعني، فهتلاقي الكارنت لفوق كده. تمام. الكاميرا بس جايه على البتاع كده اهو. فده هينحرف في اتجاه معين، يعني الزيرو بتاعت الجلفانومتر هنا كده وده البوينتر مثلا، المؤشر حصل له ديفليكشن في اتجاه معين بقوه معينه. طب جيت انا في الفيجر 2 عملت ايه؟ ثبتت الماجنت وحركت مين؟ الكويل، بس ان اوبس دايركشن كده. ماشي. فانا بقرب الكويل منه كده، يقربه على الان بتاع مين؟ بتاع الماجنت، يقول له ما تقربش، يكون برضو هنا ان وهنا مين؟ اس. خلي بالك انا كل كنت الاول بحرك الماجنت يمين، دلوقتي بحرك الكويل شمال ومثبت الماجنت. طيب برضو يبقى الدايركشن هو هو، وطالما الدايركشن هو هو فالبوينتر اما يجي يتحرك هيتحرك في نفس الدايركشن، نفس الاتجاه، وبحركه بنفس الفي، نفس السرعه، يعني فوق كانت في بس شمال وتحت هي نفس الفي بس يمين، فينحرف او يحصل له ديفليكشن بنفس المقدار، يعني بنفس المقدار ان ذا سيم دايركشن، لان الاقطاب او البولز عند الايه؟ عند الكويل قدامك فوق ان على الشمال واس على اليمين في الاثنين. فاحنا هنختار ايه في الجمل دي كلها تبقى صح؟ يبقى ات جيفز ذا سيم ديفليكشن اللي هي دي يعني،
in the same direction. انا شرحتها لك بالتفصيل. تعالى لـ 22. In the opposite figure أو the opposite figure represents the relation between maximum kinetic energy of the emitted mass. وبديك بالايه اللي هي الـ maximum kinetic energy والـ new. هو عاوز ايه بقى؟ then which of the following values represent the work function؟ مين النقاط اللي تعبر عن work function؟ هي طبعا بوينت دي. يعني دي هي عباره عن ايه؟ work function. وايه هي عباره عن مين؟ نيو سي، عشان لو سال عنها فالاجابه هتبقى ايه؟ تعالى 23. In the shown electric network the values of I1 and I2 equal. ركز معايا كده. داخل هنا 5 وداخل هنا 3 وخارج هنا 2، يبقى كان داخل 8 وخرج 2 يبقى كام؟ 6. فالاي 2 عباره عن كام؟ 6 كده. الاي 1 عباره عن كام؟ 6 امبير. 6 داخله هنا كده وال2 داخله برضه، يعني اكن داخل 6 بلس 2، يعني 6 بلس 2 داخلين، يبقى الاي 2 هي اللي خارجه. يبقى الاي 2 بكام؟ ب 8 امبير، يبقى 6 و 8. فالاجابه هتبقى ايه يا شباب؟ دي. نمبر 24، the opposite figure represents an RLC circuit. So the total voltage اللي هيحصل له. هنا انت هتضطر تحسب الاكس ال وتحسب الاكس سي، والله لو قد بعض يبقى هيلغوا بعض، ولو لغوا بعض فالفي ايكوال في ار والاكس ال ايكوال اكس ار والزد ايكوال الار اللي هي روزنس كيس يعني، والتان ثيتا ايكوال زيرو والثيتا ايكوال زيرو، يبقى الفولتج والاي ان ذا سيم فيز، صح؟ طيب تعال نشوف بقى يحسب الاكس ال. اكس ال ايكوال 2 باي اف ال، يعني 2 تايمز الباي تايمز الاف 50، جبتها من يا مستر قدامك اهيت، تايمز ال ال بكام؟ 1 اوفر كام؟ 2 باي، طلعت 50 اوم. طب احسب لي الاكس سي ايكوال ايه؟ 1 اوفر 2 باي اف سي، 1 اوفر 2 تايمز الباي تايمز الاف 50 تايمز السي، 1 اوفر 2 1 اوفر 5 باي تايم 10 باور نيجاتيف 6. One over cam five by time ten power negative six. اعملها على الكالكوليتر بتاعتك كام؟ 50 اوم. فطالما طلع لك ان الاكس ال ايكوال مين؟ الاكس سي، فاكن الفي ديت الفي توتال يعني عباره عن ايه؟ عباره عن الفي ار. يعني الاكس والسي والال بيلغوا بعض، الاندكتور والكباتور بيلغوا ايه؟ بعض. فيبقى الـ I والـ V in phase. يبقى has يعني الـ 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 total voltage has the same phase as a the current. فالإجابة هتبقى يا شباب دي، لأن ديت resonance case. طيب ديت هو عاوز هنا إيه؟ عاوز decimal number. ماشي، افردها لي يا سيدي. 1111 أربع ونات أهم، وهنا 2 باور 0 من اليمين 2 باور 1 2 باور 2 2 باور 3، وهنا تعمل لي باي. طبعا 2 باور 0 ب 1 1 تايم 1 ب 1 بلس 2 تايم 1 2 باور 1 ب 2 تايم 1 ب 2 بلس 2 باور 2 ب 4 تايم 1 ب 4 بلس 2 تايم 3 ب 8 تايم 1 ب 8، يبقى كده 15. فالاجابه سي. 26. انت عارف هو جايب لك العلاقه بين الفي ماينس في جي وهنا مين؟ وار ام. انت عارف ان الفي ايكوال في جي بلس اي جي ار ام. طيب يبقى الفي ماينس الفي جي عباره عن ايه؟ اي جي ار ام. طب لو هو رسم لك ريليشن بين الفي ماينس الفي جي ومين؟ والار ام، يبقى الاسلوب هو مين يا شباب؟ اي جي. يبقى اسلوب هنا
equal A IG. لو انت قريت الكلام ده كله هو قال لك so يعني عاوز ايه maximum current that can be related by galvanometer، يعني اعلى تيار ممكن يقيسه الجلفانومتر هو الاي جي، ده معناه كده طالب الاي جي. فانت هتجيب سلوب، يبقى الاي جي عباره عن سلوب زي ما قلت اللي هو عباره عن ايه 25 ماينس 0 فوق 25 وتحت 1000 ماينس 0 يبقى تحت كام 1000 يبقى 0.025 امبير. فالاجابه هتبقى يا شباب ايه سي. تعالى ليه 27. The opposite graph represents Planck's distribution for three luminous bodies A, B, and C at three different temperatures. We can conclude from the three curves and static A radiation intensity اللي هي شدة الإشعاع اللي هي ديت يعني ها emitted from the luminous bodies is inversely proportional to lambda. لا طبعا. ليه؟ لأن اللامدا أساسا كل ما تقل كده الانتنسيتي بيزيد ماشي، بس نيجي عند لحظه معينه اهيت ما اللمده برضو بتقل الانتنسيتي هنا ايه هيقل، فما ينفعش انفرسال على طول. طيب ده راديشن انتنسيتي اي ديت ايميتد فروم ذا لومينس بادي دايركتلي بروبورشن تو ذا ويف لينث. لا برضو مش دايركت، لان هي في الجزء اليمين ما ينفعش، ما المنحنى ده والكيرف ده يعتبر جزئين يعني جزء يمين وجزء شمال اهو قدام. طيب the maximum radiation intensity emitted from the body decreases by increasing temperature. لا طبعا الماكسيمم radiation intensity increases by increasing temperature بيزيد بزيادة temperature فمش نافع. طيب بعد كده ده peak wavelength decreases by increasing temperature. طبعا البيك دي يعني الwavelength اللي عند القمه فوق دي كده. بص خلي بالك عند الايه ده هتكون اعلى انرجي واعلى temperature. خلي بالك مثلا لو ديت 6000 لو هي تمثل مثلا الايه الشمس، والبي بقى اهو اتحركت شويه يمين يعني الwavelength زاد، يعني هنا كل ما التمبريتشر زادت الويف لينس ايه قل. ايوه الويف لينس بيقل لما التمبريتشر ايه بتزيد، دي تنفع معانا طبعا. طب بص البوينت سي برضو اتحركت يمين اهيت لما التمبريتشر ايه قل، فكل ما التمبريتشر تقل الويف لينس بتزيد، ويف لينس اللي هي البيك ويف لينس اللي هي القمه بتاعت الايه الويف لينس. ماشي نيجي ليه اما خلاص خلاص28 ده سؤال طويل، عايز اصغر بقى الصفحه عشان تشوفه كله. ماشي سؤال 28 ده حلينا قبل كده زيه تقريبا في موديل اكزام 9. سركز بقى هنا برضو ستريت كبر واير، هو عاوز العلاقه بين الاي ام اف والتي. ماشي ما الـ AMF في الواير عباره عن ايه؟ بيل ساين سيتا. الساين سيتا عباره عن الدايركشن بين الواير اللي هي ديت كده والفيلد. اولا الدايركشن بتاع الحركه بتاعته فوق اهيت لفوق اهيت، والفيلد بالعرض اهو، فهنا ساين كام؟ 9. فاكن الـ AMF كانت ايه؟ ماكسيمم. طب وعند الواي هتبقى زيرو لان مع الفيلد بارلل. طب وعند الزد ماكسيمم بس بالنيجاتيف لان عكس الاتجاه. طب وعند البي زيرو تاني لانها بارلل، فنبدي من ماكسيمم واوصل لزيرو وللماكسيمم في النيجاتيف دايركشن واوصل لزيرو وبعد كده اوصل للايه للماكسيمم تاني. فلو انت بصيت لايه مش نافع ببدا من الزيرو، وبي مش نافع طبعا لان حتى عند الواي لازم هينعدم. تمام يعني طبعا هنا وديك هنا يعني هو هنا عامل دبل للفريكوينسي مش هينفع. طب سي هي اللي تنفع معانا لان فعلا بادي من الميكسم وعند الواي بقت زيرو وعند الزد نيجاتيف ميكسم وعند البي زيرو ورجع الثاني عند الاي عند الاكس ميكسم ثاني. طبعا مش هينفع دي لان ده ما حصلوش ريكتيفيكيشن. اكبر ثاني
the in the opposite circuit if the internal resistance يعني ال R equal fifth R يعني 2.5 R. ماشي، هو عاوز بقى the reading of voltmeter is dots. طيب بص معايا كده، هنجيب ال I الأول equal التوتال فولتج اللي هي ال VB over التوتال R. ال R عندنا هيبقى R بلس 0.2 R، اللي هي ال R سمول يعني اللي هي 0.2 R دي، فهي ايكوال في بي اوفر مين 1.2 R. طب الفولتميتر ريدنج بقى هيقرا لي ايه؟ هيقرا لي في بي ماينس الاي ار، صح كده؟ احنا حافظين القانون دوت من زمان. ماشي، يبقى ايكوال في بي ماينس الاي اللي هي في بي اوفر 1.5 R تايمز ال R سمول ديت كانت قيمتها كام؟ 0.2 R كابيتال. فالأرض راحت مع ال R ديت، أكنك بتقول في بي ماينس في بي اوفر 6. اعملها 0.2 ديت ديفايدد 1.2 يطلع لك ايه؟ 1 اوفر 6. أكنك بتعمل في بي ماينس ايه؟ في بي اوفر 6. الشاطر في الماس عارف ان يطلع 5 اوفر 6 في بي، الخايف في الماس خد الفي بي كومن فاكتور، هتبقى لك 1 ماينس 6. يبقى 1 ماينس 6 اللي هي ايه؟ اللي هي 5 اهيت اوفر 6 في بي اللي هي الكومن فاكتور، فالاجابه هتبقى دي. دي 29، ناخد بقى 30. The opposite figure shows two very long parallel current carrying straight wires. يعني سلكين بيحملوا نفس بيحملوا كارنت، يعني واحد 20 امبير والثاني كام؟ 50 امبير. Then the ratio between the magnetic flux density due to the current of each wire at the position of the other wire. يعني عاوز هنا ال B1 عند ال 2 وال B2 عند ال 1. ماشي، والله لو انت شاطر انت عارف ان البي ايكوال ايه؟ ميو اي اوفر 2 باي دي. الميو ثابته والتو والباي ثوابت، والديستنس اما اجيب البي بتاعه 1 عند دي المسافه اللي هي 30 بينهم 30، واما اجيب البي بتاع 2 عند ال1 نفس المسافه راجع تاني اللي هي 30، فاكيد دي ثابته. فاكن هنا البي دايركتلي بروبورشن مع مين؟ مع الاي بس. فلو هو عاوز لي بي 2 اوفر بي 1 هتقول لي ايه؟ اي 2 على طول اوفر اي 1. الاي 2 اللي هي كام؟ 50 اوفر اي 1 اللي هي كام؟ 20 ايكوال كام؟ 5 اوفر 2 مباشره اللي هي ايه؟ ده حل سريع علشان الوقت في الامتحان. طب لو انت متوتر عادي خالص، هات لي يا سيدي البي 1 عند 2، قول لي بقى احكي لي الحكايه من الاول. 2 تايم 10 باور نيجاتيف 7 تايمز الاي 1 اللي هو كام؟ 20 اوفر كام؟ 30 تايم 10 باور نيجاتيف 2. هتطلع لك بقى رقم كده، هيطلع لك كام؟ هعملها على الكالكوليتر عشان ما نعكش. بسم الله الرحمن الرحيم. 2 تايم 10 باور نيجاتيف 7 تايم 20 فوق، ايه اللي حصل؟ 2 تايم 10 باور نيجاتيف 7 تايم 20 ديفايد 30 تايم 10 باور نيجاتيف 2 على طول. طلعت لي الرقم الحلو ده. طلعت لي كده 1 اوفر 75000. ماشي، هسيبها تسلا طبعا. وهجيب برضو على جنب بي 2. يعني هي 2 تايم 10 باور نيجاتيف 7 تايمز الاي 2 بكام؟ 50 اوفر كام؟ 30 تايم 10 باور نيجاتيف 2، لان المسافه دي برضه 30 اهي. يبقى انا لو شلت ال 20 ديت فوق وحطيت ايه؟ 50 بس، طلعت 1 اوفر كام؟ 30000 كده تسلا برضه. فانت لو عاوز انت بقى بي 2
اوفر بي 1. شوف طولنا قد ايه وخدنا وقت قد ايه. في الاول قلت لك طريقه حلوه سهله خالص اهيت، بس انت ايه لازم تكون ماهر في الكلام ده. بي 2 اللي هي 1 اوفر كام 30,000 وبي 1 اللي هي 1 اوفر كام 75,000. يعني اكنك بتعمل 75,000 ديفايدد كام 30,000، طلعت لك بكام على الكالكوليتر في الاخر 5 اوفر 2، نفس النتيجه اللي احنا توصلنا لها في نص دقيقه كده. كده خلصنا كام 30. ندخل على اللي بعده. When the diode is connected in reverse biasing, its resistance becomes its base, its resistance in case of forward biasing. طيب reverse biasing يعني لها مقاومة كبيرة، resistance A كبيرة، وforward biasing يعني تخلي الكرنت يمر فيها، resistance A قليلة. يبقى في الأول resistance كبيرة وفي الثاني resistance A قليلة، ممكن negligible كمان، فاللي فوق أكبر من اللي تحت أو النيميريتور أكبر من الدينيميريتور. يبقى ده يا شباب ريش ديت ايه جريتر ذان 1، فالاجابه ايه ديت بالنسبه ل 31. طيب تعالى ل 32. In the opposite figure, if the straight wire and the two solenoids are having the same ohmic resistance, then when the switch K is closed, the correct order of the bulbs according to the ellipse time to reach their maximum lighting is. هو بيقول لك knowing that the bulbs are identical and have the same resistance. طب تمام، اول ما اقفل دي كده الالكتريك كارنت هيمشي، يمشي في الستريت واير ده بسرعه لانه مالوش، مش بيحصل فيه باك انديوزد الكتروميتيف فورس، فالجروث اوف ذا كارنت بيكون فاست سريع، نمو التيار سريع. يعني مثلا لو خدنا العلاقه بين الاي والتي، في اول واحده الواير ده تلاقي نمو التيار سريع جدا لانه تقريبا ملوش ريزيستنس عشان يوصل للماكسيمم. طب تمام، دي الماكسيمم مثلا بتاعته. طب تعالى في الواير يدخل بقى في الطريق اللي فيه لامب واي ديت، ياخد وقت اطول. ليه؟ لان انتوا عارفين ليه سيلف اندكشن. ال دي ايكوال ايه يا شباب؟ منال. الميو كبيره لان فيها اير نقود، فطالما الميو كبيره فالال هتبقى ايه؟ هتبقى كبيره، فالباك انديوزد الكتروميتيف فورس هتكون ايه؟ هتكون كبيره فيه. يعني ياخد وقت طويل، اللي بالاسود اللي انا رسمته اللي هو زاد ينور بسرعه، اللي انا هرسمه بلون تاني مثلا زي الازرق ده ياخد وقت ايه؟ طويل عشان يوصل للميكسيمم. هيوصل للميكسيمم نفس الميكسيمم اللي ده برضه اللي فوق ده، بس ياخد وقت اطول. طيب تعالى بقى الواير اكس ده هياخد وقت برضو بس اقل من الزد. ليه؟ لانه ما فيش فيه اير نكور، فياخد وقت عشان يوصل للميكسيمم ايه؟ اقل كده. فاول واحد ينور زد، وبعد كده اكس، وبعد كده واي، يبقى زد واكس ذن واي، فالاجابه هتبقى ايه؟ بي. السؤال اللي بعده، in the opposite circuit the ammeter reading equal dots. هو عاوز الاي يعني. خلي بالك الفايف دي بتزق كده يمين ودي بتزق برضه يمين، فالاثنين دول اكن شلتهم وحطيت باتري واحده بس قيمتها الماينس بتاعتهم. ما واحده عايزه تزق يمين والثانيه زيها بالظبط، يعني قصدي الداني عكسها في الاتجاه يعني. يعني ديت عايزه تزق الكهرباء كده، ده عايزه تزق الكهرباء كده، فمن يكسب الكبير؟ بس الكبير بقى تعمل 5 ماينس 3 ماينس 2. 5 ماينس 2 اللي هي كام؟ 3. اكن عندي في بي قيمتها كام؟ قيمتها 3 فولتس بس. وعندي ريزيستورز عادي بقى اللي هي 10 والايه؟ يعني عندي واحده مثلا هنا كده 10 والثانيه هنا كام؟ 20. وحطينا الاميتر في الطريق العمومي. هو هيقيس الاي يعني، الاي ايكوال ايه؟ في باتر اللي هي توتال يعني، اوفر توتال ريزيستنس اللي هي 10 بلس 20 يبقى 30. يبقى ايكوال كام؟ 0.1 امبير. الإجابة هتبقى إيه؟ السؤال اللي بعده، the opposite diagram represents the Compton scattering in which the photon's energy is changed by delta E
If the Planck's constant is h and the speed of the light is c, then the quantity hc over delta e equal dots. امشي معاها. hc over delta e equal. hc delta e دي عباره عن ايه؟ h. خلي بالك هنا نيو 1 وهنا نيو 2. النيو 1 اكبر طبعا واللمبة هي اللي اكبر. فهي نيو 1 ماينس ايه نيو 2 الاتش روحت مع الاتش فهي ايكوال سي اوفر نيو 1 يعني سي اوفر لامدا 1 ماينس نيو 2 يعني ايه سي اوفر لامدا 2 ايكوال سي فوق اهيت ديفايد يعني الاوفر ديت عملتها ديفايد عشان تكون سهله اكن بقول لك سي اوفر لامدا 1 ماينس سي اوفر لامدا 2 يعني هي ايكوال سي ديفايد تحت هتاخد لامدا 1 لامدا 2 كومن فاكتور وهتعملي بقى لامدا 1 لامدا 2 ديفايد لامدا 1 يبقى تبقى لامدا 2 بس لامدا 2 سي ماينس والناحيه الثانيه يبقى ايه لامدا 1 سي يبقى ايكوال سي ديفايد خد سي فوق كومن فاكتور وهتبقى لك لامدا 2 ماينس لامدا 1 وتحت لامدا 1 لامدا 2 او لامدا 2 لامدا 1 يبقى ايكوال هعملها هنا سي بدل الديفايد يبقى ايه تايمز وشقلب يبقى لامدا 2 لامدا 1 اوفر ايه سي وهنا لامدا 2 ماينس لامدا 1 السيرة واحد مع السي فهي ايكوال لامدا 2 لامدا 1 اوفر ايه شباب لامدا 2 ماينس لامدا 1 الإجابة سي 35 in the opposite figure two isolated straight electric current carrying wires are perpendicular to each other Then the ratio between the resultant of the magnetic flux densities at the two points x and y. يعني عاوز البي عند الاكس والبي عند الواي. ماشي عند الاكس من الواير الاولاني ده لو انت طبقت امبيرز رايت هاند رول هيبقى هنا اكسز. ده من الواير الاولاني خلي بالك. طب من الواير الثاني بقى هتبقى هنا ايه؟ دوتس. كده فعند بوينت اكس ده تكون منطقه ماينس لان واحده بيربنديكولار انتو ذا بيج والثانيه بيربنديكولار اوت اوف ذا بيج فهتبقى ماينس مين بقى الكبير من الصغير الكبير اللي هو بتاع ال 2 اي دوت والديستنس ديت اللي انا عاملها لك بلون اسود ديت مثلا وانا بحل دلوقتي هاخدها ب 1 عشان اسهل يعني فيكون الديستنس الكبيره ديت قدها مرتين فهاخدها بكام؟ ب 2 ده عند البوينت اكس طب وعند البوينت واي تعالى بقى عند البوينت واي من الواير الاولاني انا كنت عامله بيه اللون الاورنج ده هتلاقي هنا ايه؟ دوتس من الواير الاولاني طب من الواير الثاني هتلاقيه برضو دوتس خارج لبره كده فعند واي هنعمل بلس يعني عند اكس ده هنعمل ايه ماينس وعند واي هنعمل ايه بلس طيب يبقى المسافه ديت اللي انا بقى هوحد المسافات يبقى ديت كام سنتي 2 ودي برده كام 2 لان انا خدت ديت ب 2 اللي هي الكبيره دي اللي هي المسافه دي كلها خدتها بايه؟ ب 2 تمام يلا بقى البي عند اكس والله في حل سريع بس مش عايز اعمله علشان هتقول يا مستر جت منين؟ يعني في حل يعني خاص بالماثيماتكس يعني وفي الاخر ممكن اقول بصوا بقى بي اكس عباره عن ايه؟ البي الاولاني او يعني البي للواير الثاني ماينس البي للواير الاولاني
حلو قوي. انا هجيب البي الوارد ايه الثاني، يعني البي عند اكس ايكوال، البي الوارد الثاني عباره عن ايه يا شباب؟ ميو اي اوفر ايه بقى؟ 2 باي دي. خلي بالك هو بعده هنا ايه؟ 2 باي، ودي خدها ب 1 ماشي، مش تفرق سنتي ولا متر عشان هنعمل في الاخر ايه؟ كلها ريشيو يعني. طيب ماينس البي عند 1، البي بقى بتاثير 1 ده عباره عن ايه؟ برضو ميو اي اوفر ايه يا شباب؟ 2 باي دي. الدي هنا بكام؟ ب 2. الدي الاولانيه كانت بكام؟ ب 1، والدي الثانيه هنا بكام؟ ب 2. يعني اكنك كده بتعمل ميو اي اوفر 2 باي ماينس ميو اي اوفر كام يا شباب؟ 4 باي. لو انت خدت الميو والاي كومن فاكتور وتحت 2 باي هيتبقى لك 1 ماينس ايه؟ ماينس 1 ماينس هاف. طب ال 1 ماينس هاف بكام؟ بهاف. هاف تايمز الكلام ده يبقى ميو اي اوفر كام؟ 4 باي. ده اول واحد. طب ده عند الاكس، هات لي البي عند الواي. بس هتقول لي يا مستر بلس، اقول لك ماشي. البي عند الواي هغير اللون لان اللون الاسود هنا مش باين قوي. البي عند الواي عباره عن بي 2 بلس بي 1. البي 2 بكام يا شباب؟ ميو اي اوفر 2 باي دي، بعدها اللي هو 2 اهو يعني تايم 2 بلس تبع الواي بقى، قصدي ال1 ميو اي اوفر 2 باي دي، وبعدها كام؟ 2 برضه تايم 2. الله، اكنك بتعمل ايه؟ اكنك بتعمل ميو اي وتحت 4 باي دي، 4 باي بس. معلش يا شباب في غلطه من الاول كانت عندي، همسح ده كله تاني. نحلها بسرعه معلش برضو. البي اكس ايكوال ايه؟ الاولاني هي ميو بس الاي بتاعتها 2 اي، انا ما خدتهاش 2 اي في الاول، يبقى 2 ميو اي اوفر 2 باي والدي ب 1 اهي، يبقى تايم 1 ماينس الثانيه ميو بيمر فيها اي، الثاني بقى او الاولاني معلش هو بيمر في ايه؟ اي بس. يبقى ده الاول يعني ده كده انا جبت البي بتاع 2 وبعد كده اجيب البي بتاع 1، يبقى ميو اي اوفر ايه؟ 2 تايمز الباي تايمز الدي اللي هي 2، يبقى ايكوال اكنك بتعمل ميو اي اوفر باي لان 2 هنا راحت مع 2 ماينس ميو اي اوفر ايه؟ 4 باي. فانت بقى لو خدت الميو اي اوفر باي كومن فاكتور هتبقى لك 1 ماينس فورس اللي هي في الاخر يطلع لك ايه؟ 3 ميو اي اوفر ايه؟ اوفر 4 باي تحت. طب تمام، اعمل الثانيه بقى عند عند الواي، واحنا قلنا نعملها بلس. فالبي عند الواي بي 2 الاولانيه يعني 2 ميو اي اوفر 2 باي دي، دي ب 1 دي ب 2 يبقى تايم 2 بلس البي بتاع 2 ميو اي اوفر 2 باي دي اللي هي دي ب 2 ايكوال، خد برضو ميو اي اوفر باي
كومن فاكتور. اتبقى لك هنا ايه؟ 2 اوفر 4 يعني ايه؟ هاف بلس، واتبقى لك هنا ايه برضو؟ 1 اوفر 4. او دي تعملها 2 اوفر 4. لما تعمل 2 اوفر 4 بلس 1 اوفر 4 اللي هي كام؟ 3 اوفر 4. يبقى 3 ميو اي اوفر 4 باي. لو انت بصيت للرقم ده والرقم ده هتلاقيهم قد بعض بالظبط، اللي هي 1 تو 1، فالاجابه ايه؟ 36 in the opposite electric circuit the impedance of the circuit equal dots. هو عايز الامبيدنس ايكوال كام؟ الزد ايكوال سكوير روت ار باور 2 اللي هي 5 باور 2 قدامك اهي، وهنا الاكس هي اللي اكبر، يبقى بلس اكس ال اللي هي 20 ماينس اكس سي اللي هي كام؟ 15 باور 2. هتطلع لك كده روت 50، لان 25 بلس 25 50. لما تعمل انت كده روت 50 على الكالكوليتر يبقى 5 روت 2، فالاجابه هتبقى يا شباب A، يبقى 36 A. السؤال اللي بعده 37 an electric transformer of efficiency 96% is connected to 10 electric ovens، يعني توصل ب 10 افران that are in parallel. طالما in parallel يبقى الافران ديت الفولتج بتاعتها هي ايه؟ ثابته، اللي هي متوصله بالسكندري كويل يعني، ماشي، in parallel with each other مع بعض، where each oven of them work on the potential difference of cam 220. دي ال VS خلي بالك، تمام، and draws an electric current of intensity cam 15 امبير. ال 15 امبير دي بقى ديت اللعبه هنا، ال 15 امبير ده بتاع الايه؟ الاوفن الواحد بس. يعني تخيل كده الترانسفورمر ال في اس اللي خارجه من هنا كده هي كام؟ 220 فولت. ده متوصل بقى، ده متوصل ب 8 افران، 8 كده ورا بعض كده بارلل، بس كل فرن داخل له كارنت كام؟ 15 امبير. يبقى اكن الكارنت الاي اللي خارج من الاس كله عباره عن ايه؟ قبل ما يتوزع بقى، يعني اكن عندك 10 خطوط، معلش هنا 10 10 اوفنز، اكن عندك 10 خطوط كل خط فيه 15 امبير، يبقى قبل ما يتجزء كان كام؟ هتقول لي يا مستر كان 15 تايمز 10 اللي هي كام؟ 150 امبير. دي اللي هو الاي اس، هي ديت التركيه بتاعت المساله كلها، ماشي. Then the consumed electric power in the primary coil، يعني عاوز الايه؟ عاوز الفي بي اي بي. انت عندك قانون ايتا في بي اي بي ايكوال في اس اي اس. طيب يبقى الفي بي اي بي اللي هو الباور بتاع البرايمري، يعني ده كده اللي هو مطلوب، اللي هو الباور بتاع مين؟ البرايمري، ايكوال ايه؟ يبقى الناحيه الثانيه في اس اي اس اوفر الايتا ايكوال ال في اس يا شباب اللي هي 220، والاي اس ما هيش 15، انا قلت لك هتبقى كام؟ 150. هي دي التركايه، اوفر الايتا اللي هي كام؟ 96%، يبقى اوفر 100 طلع على 104، واعملها ديت على الكالكوليتر، يبقى 220 تايمز 150 تايمز 100 ديفايدد 96، طلعت كده 3 4 3 7 5 وات. طيب لو انت بتاخد بقى ابروكسيميتلي هتلاقي كام؟ هتلاقي 3.4 تايم 10 باور 4 وات، فالاجابه هتلاقيها دي. نمبر 38 ذا بوبوليشن انفيرشن اوف ليزر اكرز ديو تو، بيحصل ليه بوبوليشن انفيرشن اللي هو اسكان معكوس؟ لان اللايف تايم بتاع الميتا ستيبل انرجي ليفل بيكون اكبر من اي ليفل تاني،
يبقى هنا due to the electric discharge between، لا ملهاش دعوه بديت، relatively اهو long duration of the lifetime for the ايه؟ metastable state. الاجابه B. طيب نيجي للسؤال 39. Multiple identical electric bulbs. The power of each of them 100 watts. Are connected in parallel to an electric source of voltage 120 volts. بصوا كده يا شباب دلوقتي اكن عندي voltage، يكون بقى alternating يكون اي نيله مش مشكله. عندي كذا لمبه كده. انا ما اعرفش عددهم كام، هو عايز عددهم، خلي بالك في السؤال ده. ده كذا بلب اهي. ماشي. الفولتج بكام؟ ليهم كلهم يعني 120 فولت. حلو. والباور بتاعت كل واحدة 100 وات. Are connected in parallel. طب ماشي. If the main line can withstand a current up to maximum value of كام 15؟ الخط الرئيسي ده هيطلع كام؟ 15 امبير. فانت دلوقتي تعرف تجيب التوتال ريزيستنس. ما التوتال ريزيستنس بتاعت اللمبات كلها اللي هي الار داش عباره عن ايه؟ عباره عن التوتال فولتج اوفر التوتال كارنت. يعني هتعمل 120 اوفر 15 هتطلع لك بكام؟ ب 8. الار داش ليهم كلهم 8 اوم، دي الار داش. طب تمام. Then the maximum number of the bulb equal ايه؟ والله دي خلاص بقى تعرف تجيب انت الايه؟ لا انت جبت الار داش ليهم كلهم. ما الار داش عباره عن اللمبه الواحده اوفر عددهم. لو جبت الار بتاعت اللمبه الواحده خلاص. طب بالله عليك مش الباور كان ايكوال V باور 2 اوفر R، مش ال 100 وات ديت اللي هي كونسيومد باور في اللمبه الواحده؟ اه. طب ليه خدت القانون ده يا مستر؟ عشان الفولتج ثابت عندك. تمام. فتقدر تجيب ال R1 بتاعت اللمبه الواحده اللي هو ال V باور 2 120 باور 2 اوفر الباور اللي هو ايه؟ 100. يعني 120 باور 2 ديفايدد 100 طلعت بكام؟ 144. فال R1 بتاعت اللمبه الواحده 144 اوم. ده انا عايز ال N يا سيدي. ال N من القانون اللي قدامك ده ما تنساش. هي ال R1 اوفر ال R داش. ال R1 قيمه الريزيستنس الواحده 144. وكلهم مع بعض الايكوفيلنت كانت كام؟ كانت 8. يعني تعمل ديفايدد 8. يطلع لك كام؟ 18 بالبس. فهم كانوا 18 لمبه، فالاجابه سي. نمبر 40. In an ammeter device 2% of the total current passes through the galvanometer. So the resistance of the galvanometer RG. Then the resistance of the ammeter equal dots. انت عارف الريزيستنس بتاعت الاميتر عباره عن ايه؟ ما هي الشنت ريزيستنس والجلفرومتر متصلين بارلل، فهي المفروض ار جي ار اس اوفر ايه؟ ار جي بلس ار اس. ماشي، اشتغل على كده بقى. بس عندك بقى معلومات في الاول استغلها. قال لك ايه؟ ايه 2% ديت؟ يعني الاي اوفر الاي جي، الاي جي اوفر الاي. الاي جي اوفر الاي اللي هي ايكوال 2% يعني 2 اوفر 100 يعني 1 اوفر 50. طب الاي جي اوفر الاي كانت ايكوال ايه؟ ما كانت ايكوال ار اس اوفر ار اس بلس ار جي. خد بقى كروس، يبقى 50 ار اس ايكوال ار اس بلس ار جي. يبقى الار جي ايكوال ايه؟
ودي الار اس ديت الناحيه الثانيه وغير الساين يبقى 49 ار اس. تمام. يبقى برضو ده هستنتج منها ان الار اس ايكوال ار جي اوفر كام؟ اوفر 49 عشان احتاجها في الاخر. عوض لي بقى في القانون ده اللي انا رسم لك عليه دوت الريكتانجل ده، شل لي كل ار جي وحط لي ايه 49 ار اس. فدلوقتي الار داش ايكوال ار جي ديت ايه 49 ار اس تايمز ار اس اوفر 49 ار اس بلس ار اس، يبقى فوق 49 ار اس باور 2 اوفر 50 ار اس، الباور 2 روحت مع الار اس فهي ايكوال 49 ار اس اوفر مين؟ اوفر 50. اللي انا كتبته كله ده هو جاب لك الاجابات بالار جي. ماشي، انت شايف قدامك انا مجهزها لك، شيل الار اس وحط قيمتها اللي هي ار جي اوفر كام؟ اوفر 49. يعني ديت ايكوال 49 اوفر 50 اهي. انا هشيل الار اس ديت واحط قيمتها اللي قدامك دي، يبقى ار جي اوفر كام؟ 49. ال 49 روحت مع ال 49 فهي ايكوال يا شباب ار جي اوفر 50، فالاجابه سي. سؤال حلو على فكره، بس يعني كله ماث اكتر منه فيزيكس. 41 ذا اوبزيت جراف، هو عاوز من الاخر هنا ايه؟ ذن ذا تايم انترفال، الفتره الزمنيه ان ويتش ذا ماكسيمم انديوسد الكتروميتر فورس از جنريتد از اعلى اي ام اف. اعلى اي ام اف يبقى اكتر من او اكبر فتره فيها دلتا فاي اوفر دلتا تي، يعني السلوب فيها كبير، اكبر سلوب يعني. لو انت خدت كده، مش عارف الرسمه دي مش باينه قوي بس عامه يعني هنشوف. لو قلنا دي 1 2 3 4 5 يبقى دي 6. ان شاء الله تكون المسافات كده يعني. ماشي، 0 1 2 3 4 5 اكبر سلوب بقى هناخدها فتره فتره. السلوب هنا اهو كده اكنك بتعمل ادي هنا دي عند 3، ما هي ديت 1 2 3 3 اوفر 1، يعني الدلتا فاي ام اوفر دلتا تي في اول فتره ب 3، انا هاخد اكبر قيمه. طيب هغير اللون، هاخد الاسلوب ده اهو بقى الحته دي كده. هنا طبعا من 3 ل 5 يبقى 2، يعني دلتا فاي ام اوفر دلتا تي في الفتره الثانيه ديت هتقول 2 اوفر 2، ما دي 2 من ما هنا من البي للسي 2 برضه، يعني 2 اوفر 2 ب 1، فهنا الام اف اقل. والفتره ديت دلتا فاي ام اوفر دلتا تي بزيرو لان السلوب ايكوال كام؟ زيرو. اخر فتره، اخر تايم انترفال، المسافه دي كلها لو جبنا الدلتا فاي ام اوفر دلتا تي هتقول لي 0 ماينس 5 اللي هي نيجاتيف 5، النيجاتيف ده انا مش هيهمني، ده هو اتجاه بس. اوفر 2 فهي نيجاتيف 2.5، يعني اعتبرها 2.5 يعني. ال 2.5 اقل من 3 فاكبر دلتا فاي ام اوفر دلتا تي اللي هي ايه؟ في اول فتره، فهي تايم انترفال اي بي. دي الفكره بتاعت المساله. The opposite circuit shows an alternating current source of constant effective voltage and variable frequency F. Then the effective voltage across the resistor R reaches maximum value. ال V R أعلى حاجة تساوي السورس بالظبط،
امتى بقى؟ لما الفريكوينسي ده او الدايره دي تكون ان ايه؟ ريزونانس ستيت. طيب يبقى الفريكوينسي اوف ايه؟ يبقى الفريكوينسي بتاع ريزونانس ستيت اللي هي ايه يا شباب؟ 1 اوفر 2 باي روت ال سي. يبقى 1 اوفر 2 باي روت ال ال بكام؟ 1 اوفر باي تايمز 1 اوفر باي، بس هنا تايم كام؟ تايم 10 باور نيجاتيف 6 عشان هنا مايكرو فراد، ما تنساش في مايكرو فراد. اعملها على الكالكوليتر دي يطلع لك بكام؟ 500 مباشرة كده هرتز. 43 The following figure represent four groups of logic gates in which of them the output C becomes low يعني zero. When one of the inputs A or B is low يعني دي مثلا low and the other is high يعني 1 0 10 1. ماشي جرب 0 1 انا عايز يطلع 0 0 1 هنا يبقى 1 وهنا 0 هيطلع لي 1 مش نافعه. انا عاوز يطلع لي 0 الاوتبوت ب 0 لو. طب تعالى هنا حط هنا 0 1 0 1 مع الاند هنا يطلع لك بكام؟ 0. وهنا برضو 0 1 مع الاند 0 0 0 يبقى هنا كام؟ 0. طلع لي 0 اهي يا شباب يبقى دي تنفع. طب نكمل ديت 0 ديت 1 0 1 مع الاور 1 و 0 1 مع الاور تحت 1 هيطلع لي 1 مش نافع انا عاوز يطلع 0. طب 0 1 لازم تجرب كده في الامتحان 0 1 مع الاور 1 و 0 1 مع الاند 0 مع 1 و 0 مع الاور 1 ما ينفعش انا عايز يطلع لي 0 فالاجابه هتبقى ايه؟ هتبقى بي. A circular coil of diameter يعني التو ار على بعضهم 24 سنتيمتر وركز في الامتحان diameter ولا radius carries an electric current that generates a magnetic field of flux density B at the center. ماشي يبقى الكويل السيركل كويل الفلكس دينستي بتاعته بايه؟ ببي. If the turns of the coil are moved away uniformly from each other along their axis to be converted into solenoid يعني هو السيركل كوير دوت هحرك الترنز بعيد عن بعض عشان يكون ايه؟ سولينويد. That carries the same current intensity نفس الايه؟ الاي واكيد نفس الان. Then the magnetic flux density at the center becomes كام؟ third B يعني قد البي بتاعت السيركل كوير كام مره؟ third مره يعني ثلثه. هو عاوز اللينس اوف ذا سولينويد. ماشي دلوقتي لو انت خدت ان البي بتاعت الكويل اوفر بي بتاعت ايه؟ سولينويد ايكوال البي بتاعت الكويل هو قال لك بي وبتاعت السولينويد هو قال لك بتاعت السولينويد قال لك ثيرد بي يعني قال لك كده ايه؟ ثيرد بي. خلي بالك الثيرد ديت الثري ممكن تطلع فوق في النمريتور شغل ماث يعني فهي ممكن فوق تبقى ايه؟ 3 بي اوفر بي. ماشي ايكوال ايه؟ هتبقى 3 اوفر 1. طب اللي فوق بتاع الايه؟ الكويل اللي هو منير واللي تحت بتاع السولينويد اللي هو ايه؟ ميو ان اي اوفر ال. الميو والان والاي نفسهم فاكن انت بتقول 3 اوفر 1 ايكوال ال اوفر 2 ار. يبقى 3 اوفر 1 ايكوال ال اللي هو عايزها وال 2 ار على طول ب 24 سنتيمتر. يبقى ال ايكوال ايه؟ 24 تايم 3 معروفه يعني 3 ايام مليون في 24 ساعه 72 ساعه يبقى 72 سنتيمتر. الاجابات جايبها لك بالمتر يبقى ايه؟ 0.72 متر. فالإجابة دي نمبر 45 A photon has frequency lambda and momentum BL hence another photons of frequency 2 lambda معلش نيو frequency نيو and the momentum BL hence the another photon has frequency 2 نيو
اتس مومنتم، يبقى هو عايز انت هنا تربط البي بالنيو، البي ال بالنيو. يعني انت عارف ان البي ال ايكوال ايه؟ اتش اوفر لامدا. ايه الاتش الحلوه دي؟ اتش اوفر لامدا. فالبي ال ايكوال اتش اوفر لامدا اللي هي ايه؟ سي اوفر نيو. طب سي اوفر نيو، النيو طلعت فوق طبعا، الاتش والسي دي ثوابت يا شباب للفوتون، فتقدر تقول البي ال دايركتلي بروبورشن مع مين؟ مع نيو. طالما انت كده جبت العلاقه بقى، فانت ايه؟ مزج كده معاه بقى، فهتقول لي بي ال 1 اوفر بي ال 2 اللي هو عايزها ايكوال نيو 1 اوفر ايه؟ نيو 2. ما هي دايركت بروبورشن، هو بي ال 1 ببي ال بس، بي ال 2 انت هتجيبها ايكوال نيو 1 هو قال لك نيو، ونيو 2 هو قال لك ايه؟ 2 نيو، النيو روحت مع النيو. يعني البي ال اوفر بي ال 2 ايكوال 1 اوفر 2. فالبي ال 2 بقى ايكوال ايه؟ هتقول 2 بي ال، فالاجابه ايه؟ 46. الكلام ده كله انا قاري المساله طبعا، العلاقه بين الالكتروميتيف فورس المتولده عند السكندري كويل وريت اوف تشينج اوف ذا كارنت عند البرايمري كويل، اكيد هيولد الالكتروميتيف فورس عند السكندري كويل. وانت عارف ايه ام اف المتولده عند السكندري كويل او 2 يعني ايكوال ام دلتا اي اوفر دلتا تي. هو جايب ايه؟ ام اف اوفر دلتا اي اوفر دلتا تي، فالسلوب هيطلع مين؟ الام بس، ميوتوال اندكشن، هو عاوز الميوتوال اندكشن كوفيشنت، يعني الام اللي هو طالبها عباره عن سلوب. ماشي يا سيدي، سلوب عباره عن ان هي ايه؟ 1 ماينس 0 هنا، فهي 1 اوفر 20 ماينس 0 يبقى 20، 1 اوفر 20 يعني 0.05 هنا، فالاجابه دي. اكتب كده 1 اوفر 20 0.05. السؤال اللي بعد كده، the opposite diagram represent a section of electric circuit that carries an electric current then the value of r equal dots. ماشي، دلوقتي الفكره بتاعت المساله ديت ايه؟ خارج كده يا شباب 2 امبير وداخل هنا اي ما نعرفش كام، هيخرج كده. بس خلي بالك الطريق الرئيسي بتاعت البتري اهو، من يبدا من اول هنا كده اهو كده، كمل كده، ده كله طريق واحد مش ماشي هنا 2 امبير. يبقى كان ماشي هنا 2 امبير، هي دي الفكره بتاع المساله كلها. الله يا مستر، ما كده داخل 3، داخل عند البوينت ديت 3 اهي، ومشي هنا 2، يبقى مشي هنا كام؟ باقي من 3 كام؟ 1 امبير. هي دي الفكره كلها. واعمل كيرشوف يا سيدي في اللوب ده، اللوب اللي انا عملته مع الباتري طبعا، فهي 10 ايكوال، وهنا اللوب اللي انا عملته ده اهو مع الار ديت 2 تايمز الار يبقى 2 ار، وعكس الاي اللي ماشي هنا لان اللوب ماشي كده يمين والاي هنا ماشي شمال، فاي اللي هي 1 تايمز الار بار، فال 10 ايكوال 2 ار ماينس ار بار، يبقى الار بكام؟ ب 10، فالاجابه سي. بيقول لك هنا ايه؟ According to Bohr's model, if the energy required to remove an electron from the first energy level K of hydrogen atom is E1, then the energy required to remove an electron from the second level L equal dots. ماشي. Remove يعني شيله خالص، يطلع بره، يعني عند الـ E infinity. الـ A infinity بكام؟ الـ A infinity بزيرو. يعني أكنك بتقول إيه؟ E0 minus E1 equal ادي 0 minus E0 بزيرو، والـ E1 بكام؟ الـ first level negative 13.6، فين كام يا شباب؟ 13.6 electron volt طبعا. طيب
انا عايز اخرجه من الاي 2 بقى، يخرج بره خالص، يخرج بره خالص برضو، فيروح للانفينيتي، فهي اي 0 اي انفينيتي، يعني اي انفينيتي اهي ماينس اي 2 ايكوال 0 ماينس الاي 2 نيجاتيف 3.4 الكترون فولت طبعا، فهي ايكوال ايه 3.4 الكترون فولت. فلو انت عاوز كده اي 1 اوفر اي 2 ايكوال ايه، هتلاقيها 13.6 وهنا 3.4. فانت عاوز الاي 2، يعني الاي 2 قد ايه من الاي 1، الاي 2 ديت طلعها فوق هنا، وهات ده كده كله هنا بس بالمشقلب، يعني 3.4 اوفر 13.6 اي 1 هيطلع لك 4 اي 1، يعني هي اي 1 اوفر 4 او 4 اي 1 الاجابه A. دي بالنسبه ل 48. طيب بعد كده اللي على الدور 49 دي. In the opposite electric circuit, if the accumulated electric charge on one of the plates of the capacitor C1 125 microcoulomb. يبقى هنا برضو ال Q برضو 125 microcoulomb عند ال C2. ليه؟ لأنه تصريح سيريس. ال Q ما بتتجزأش، لأن ال Q طبعا تسبب تسبب كارنت يعني، والكارنت مش بيتجزأ في السيريس. طب تمام، هو عاوز كاباستنس اوف ذا كاباستور ايه سي 2. اوعى هنا تغلط تقول الكاباستنس ديت، ها، لان في طلبه بسم الله ما شاء الله عليها مع التوتر الامتحان بينسوا كل حاجه. اوعى تقول لي سي ايكوال 1 اوفر 2 باي اف اكس سي، اقول لك كده انت رحت في داهيه، لان هنا باتري ما هوش الترنيتنج كارنت، ماكش دعوه خالص. امال ايه يا مستر؟ السي اللي هي عباره عن ايه؟ كيو اوفر في. مش هو عاوز سي 2؟ ايكوال كيو 2. طب ما الكيو 2 اللي هي 125 زي كيو 1 بالظبط، اوفر ايه بقى؟ في 2 بس. ايه هي الفي 2 بقى؟ بص يا سيدي، ما انا عندي الفولتج اللي قدامك ده اهو، اللي هو التوتال فولتج ده بتاع الباتري، هيتوزع على الاثنين هنا وهنا. طيب هو كله 25، فهنجيب الفولتج عند السي 1 الاول، وبعد كده هعمل 25 ماينس اللي انا جبته يجيب الفولتج عند السي 2. فالفولتج عند السي 1 عباره عن ايه؟ عباره عن كيو 1 اوفر سي 1، كيو 1 125 مايكرو كولم، والسي 1 25 مايكرو فراد، المايكرو راحت مع المايكرو، فهي عباره عن ايه؟ 5 فولتس. فالفي 2 بقى لو انا موصل يعني هنا فولتميتر يعني عند الكباستر الثاني بس، هيقرا لي ايه؟ التوتال فولتج 25 ماينس ال 5 اللي بتاعت السي 1، يبقى ايكوال كام؟ 20 فولتس. ارجع بقى فوق، يبقى السي 2 عباره عن ايه؟ عباره عن الكيو 2 اللي هي 125 مايكرو كولم ديفايدد الفولتج اللي هو كام؟ 20، يبقى يطلع لك 6.25. هنا كان في مايكرو، فهنا طبعا يبقى ايه؟ مايكرو فراد. فالإجابة هتبقى إيه؟ السؤال الأخير في الامتحان دوت. The opposite figure represents a front view of rectangular coil that carries an electric current which passes through it out of the page at point B. عند البوينت B هدوتها هي. And into the page at point R. ماشي، ما هنا في X هي. So of the length of the coil side BR which is perpendicular to the rotation axis is 10. يعني ديت كله ده كده 10 ماشي سنتيمتر. Then what is the value of the torque that affects the coil in this position في الوضع ده with respect to the maximum value of torque اللي هو T0 يعني او T نوت او تاو نوت. هنا لازم تجيب الثيتا، هتجيب الثيتا تشغل الماس بقى. الثيتا فين؟ اللي هي ديت، اللي هي دي، هات الثيتا دي او الثيتا دي. هنا لو انت
شاطر في الماس عارف ديت 5 وديت 10، فهات يعني اعتبر ديت قول عليها ثيتا مثلا او قول عليها الفا، جيب عليها الفا كده. قول لي تان الفا ايكوال ايه؟ اوبوزيت اوفر ادجيسنت، صح؟ طب تمام، الاوبوزيت بكام؟ 5. اوفر ادجيسنت بكام؟ اللي جنبها يعني ب 10. حلو قوي. او ممكن تجيب ديت الالفا دي وخلاص مش هتفرق معانا، ماشي. بس انا ايه هجيبها برضو علشان بصوا يا شباب انا هنا بيقول لك هنا ايه اف ذا لينس اف ذا لينس اوف ذا كويل سايد بي ار ويتش از بيربنديكولار تو ذا روتيشن ذا اكسس از 10 سنتيمتر. معلش انا كده ايه قلت ديت كده غلط كده، فهو طوله هو اللي كام 10، يعني طول السايد ده كده هو اللي ايه هو اللي 10 سنتيمتر، يعني اكن ده هو الهايبوتنس عندنا. طب تمام، انت هنا ممكن تجيب الانجل ده على طول، مثلا قلت لك سميتها الفا مثلا، فالساين الفا ايكوال ايه؟ اوبوزيت اللي هو 5 اوفر هايبوتنس اللي هي كام؟ اللي هي 10. فدلوقتي الساين الفا ايكوال هاف، فالالفا دلوقتي ايكوال كام؟ 30 ديجري. انت جبت ديت ب 30 فده هتبقى كام؟ ده هتبقى 60 لان هو بربنديكولار. طب التورك بقى ايكوال ايه؟ ايكوال تورك ماكسيمم ساين ثيتا. فين الثيتا بقى؟ الثيتا هي انجل بتوين بربنديكولار تو ذا كويل او تو ذا فيلد اند ذا كويل. كده بربنديكولار تو ذا فيلد والكوين، عايز الانجل دي. هتقول لي يا مستر مش ديت ب 60؟ يبقى دي كام؟ 30. يبقى الانجل دي كام يا شباب؟ 30. طيب او هنا ممكن ده بربنديكولار اهو تو ذا فيلد اند ذا كويل على طول، اللي هي كام؟ 30، لسه جايبها برضه. فهنا التورك بقى ايكوال ايه؟ التورك ماكسيمم تايمز ساين 30، فهي ايكوال تورك ماكسيمم تايمز الهاف، يبقى هي ايه؟ هاف تورك ماكسيمم. فالاجابه هتبقى ايه؟ دي كده. الحمد لله خلصنا موديل اكزام 12. شد حيلكم، ما عادش غير القليل. ربنا معاكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.